شعبنا. مصر امبارح كلها في الجناين والشواطئ، ما في حتة مصر بره، ما فيش حد قاعد في البيوت، كله في الشارع. ليه؟ الشعب امبارح قال لك اه بيخوفونا. لا، ده احنا ما حدش يخوفنا، ده احنا كلنا نازلين، عائلات كله ولاده من 6-7 الصبح في الشوارع بقى، وناس نازله بقى واخده الاكل بقى وفرشين بقى في الجناين. ده جنينه حيوانات امبارح داخل فيها بتاع قد سكان قطر، اللي دخلوا جنينه حيوانات امبارح قد سكان قطر، يعني متخيلين قد ايه؟ طب تعالى شوف بقى الاورمان وشوف الفسطاط وشوف اسكندريه بقت كلها من اولها لاخرها اسكندريه، ناس بعت لي صور امبارح وكل تعالى شوف شرم الشيخ، الغردقه، ده الناس اللي راجعه امبارح من السخنه وراجعين من الطريق امبارح 17 كيلو واقف. طريق اسكندريه، تعالوا شوف طريق اسكندريه امبارح كان عامل ايه. ده شعب عظيم، شعب يهزم الارهاب. بقول لكم الاسر امبارح قررت انتوا تخوفونا؟ لا، ده احنا نازلين لكم بقى، ورونا هتعملوا معانا ايه. والله كل شعبنا ده الشعب العظيم اللي نازل، بقول لكم امبارح يحتفلوا وفي النيل والمراكب كله امبارح، بقول لكم كان يوم بجد يعني. طبعا والناس كانت بقى وايه، اغمى عليها، تاكل فسيخ امبارح واغماء، تقعد تاكل فسيخ، يا رب تخلص. طب امتى تخلص؟ خلص امتى؟ طب امتى؟ ما تعرفش بقى، كلت رغيف ولا اتنين ولا اربعه ولا خمسه، ويوم ايه وفسيخ يعني، والرنجه وبتاع، يا سلامة، والبصل الأخضر. ناس امبارح حدتها بقى ايه، هو ده الشعب المصري. دايما يا رب كده، دايما يبقى كده سعداء وبنحتفل وفرحانين، وبلدنا بلدنا انها بلدنا بصراحة، محدش يقدر يكسر الشعب ده ابدا، حاولوا يكسرونا ولكن انتصرنا. وعلى طول الشعب يدي كل يوم، شوفوا الناس، بقول لكم الاسر كلها امبارح في الشارع، ما تلاقيش حد يعني، حتى لو اللي مش قاعد في بيته راح بيت، راح ناس جوله بيته يعني، يبقى حتى ما فيش حد قاعد، لا الناس مع بعضها امبارح. بقول لكم يوم احتفالي، رساله لكل الدنيا، هذه هي مصر. خرجنا امبارح احتفلنا، قضينا شم النسيم، ونرجع بقى الناس تنزل شغلها بقى، بدا النهارده كله نازل شغله. دايما يا رب كده بلدنا دايما بخير، هو حد ابدا يزعل اي حد. خليكم بس كده، اللي هو احنا بنحتفل وفرحانين ان شاء الله. في السودان